لديك العلم أن الطريق هذه تؤدي إلى المستشفى الحروق الكبيرة الذي تم افتتاحه في هذه السنة. إذن هذا الشيء جميل. نواصل يعني المضي في الطريق هذا إلى نهايته، وهنا نشوف المدينة تاع شراقة تظهر، وكذلك الأشغال هذه اللي أمر جيد جدا. والآن نقترب من مستشفى الحروق الكبيرة اللي راه افتتح هذه السنة. إذن هنا فيه محول على مستشفى، على مستوى المستشفى فيه محول كبير. هنا تشاهد المستشفى هذا، وسوف نوضح مليح الصورة تاع المستشفى هذا. هنا شاهد المستشفى تاع الحروق الكبيرة الذي تم افتتاحه هذه السنة. إذن هذا هو، وفيه هنا محول كبير اللي يربط إذن طريق هذا، طريق الجديد هذا. ونتلاحظ كذلك أنه فيه جزء من الطريق هذا تم انتهاء الأشغال فيه، وهو الجزء اللي يربط المستشفى تاع الطريق، المستشفى بالطريق السيار نتاع مطار هواري بومدين. اذا نروح نشوف الجزء هذا اللي انتهت الاشغال فيه، واللي قلنا يربط المستشفى بطريق السيار. اذا هنا لاحظ، هنا ندخلوا في الطريق الذي تم ازدواجيته هذه بعد ربما شهر بضعة أشهر. إذا هنا رانا في الجزء المنتهية الأشغال فيه. لاحظ أنه فيه محول آخر كذلك. وهنا نوصلوا إلى طريق السيار إذن نتاع دار البيضاء، واللي سوف نعاودوا. إذن هنا مدخل تاع طريق السيار. إذن هذا هو الطريق الجديد المزدوج اللي يربط طريق السيار تاع المطار بالمستشفى حروق. هنا شيء جميل ومهم جدا. نشوف هنا الأشغال تاع الحواف تاع الطريق هذا، رغم أنه مفتوح للحركة، لكن مازال بعض الأشغال تاع الفينيسيون مازال لم تنتهي. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.